السلام عليكم البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. غادي ندير معكم واحد الكيك بالبنان، كيجي رائع. بالنسبه لتيت شوكولا كذلك كنديروا معاهم بسيط. غادي نحتاجوا خماره واحده، هنا ما غاديش ندير الفاني لان عندي الكاكاو. عندي بالنسبه المعالق ديال الكاكاو حسب البنات اللون اللي كتبغيوه في الكيكه، واش مويان ولا مغموق، وكيبقى على حسب النوعيه الجيده ديال الكاكاو. ديروا هنايا جوج معالق، عندنا جوج بيضات، عندنا جوج معالق ديال بتيت شوكولا، موزه واحده، كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الدقيقه البنات كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا الشيء غادي ندير، يعني غادي نخلط البيض مع السكر مع الزيت، ومن بعد غادي نزيد الحليب ان شاء الله، ومن بعد غادي نزيد الموزه. راكم عارفين هذا الشيء غادي نديروه في ميكسور لان عندنا موزه، ولا نمعسوها بالفرشيطه على حسب. ومن بعد عاد غادي نزيدو ان شاء الله بتيت شوكولا والكاكاو والدقيق والخمارات. خليكم معايا. البنات ها انا حصلت على هذا كما كتشوفوا، هكا بهذا القوام هذا. دابا غادي نضيف خماره واحده مع بتيت شوكولا، ولا لكم الاختيار، يمكن لكم تقطعوا حتى هاد الشوكولا ديال 55% ديال الكاكاو اقبل، يعني حتى هو يمكن لكم تضيفوه هنا، حتى انا غادي نزيد منه، حتى هو كيعطي واحد لوغو زوين لهاد الكيكه. بالنسبه انا ما استعملتش يعني الخمارات، يعني استعملت غير الخمار، ما استعملتش الفاني لان البنان بوحدو راه منكه. اوكي البنات، ومع الشوكولا لا داعي للفاني. اوكي البنات، يلا دابا غادي ندير معكم الدقيق جوج الكؤوس فلوغات باش ما نطولش الفيديو، خليكم معايا. البنات المول اللي غادي نستعمل هذا هو اللي كيجي معها زوين. بالنسبه للقوام ها نتوما كما كتشوفوا، دائما كما عودتكم الكيكه ما كتقطعش، يعني الخليط كيبقى غادي هكا. شوفوا ها نتوما كيجي رائع وممتاز. خصني القوام يبقى خفيف، ما يجينيش ثقيل هنايا لان الشوكولا راكم عارفين بالنسبه للكاكاو. دابا غادي نديرها في المول، خليكم معايا. البنات ها نتوما كما كتشوفوا ها هو وجد لي. غادي نزيد عليه بتيت شوكولا شويه كما شفتوا، لي شويه ديال الشوكولا اقبل اللي وريتكم، نعاود نوريه لكم البنات. ثقوا بيا واحد لوغو فيه واعر، انا قطعته وانا غادي نزيدو من الفوق، وغادي ندير الكيك ديالي طيب حتى يوجد وتشوفوه معايا في الشكل النهائي. خليكم معايا البنات. البنات ها هي الكيكه ديالنا، ها هي وجدات تبارك الله، بونش جات. غادي ندير لها شويه ديال التزيين، تشوفوها معايا في صحن التقديم، خليكم معايا. البنات ها الكيكه ديالنا ديال البنان من بعد ما وجدات، كتجي اقتصاديه. الى صوبتها لكم بهذا الدريساج هذا، درت شويه ديال لاصوص وشويه ديال الشوكولا اقبل اللي وريتكم في وسط الفيديو. البنات ثقوا بيا تجي هائله، كتجي مفشفشه ها نتوما شوفوا تبارك الله، وكتجي معلكه وكتجي شابعه شكلاط. كنتمنى البنات تجربوها، تردوا لينا الخبر في الكومنتير. البنات مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.